وفاة الفنان القدير محمد فريد بعد صراع مع المرض. كشفت ناهد محمد فريد ابنة الفنان محمد فريد عن موعد صلاة الجنازة على والدها الراحل الذي توفي بعد صراع مع المرض. أفادت ناهد بأن جثمان والدها لا يزال في المستشفى، وموعد صلاة الجنازة سيكون غدا بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر. وأكد الفنان أشرف زكي نقيب المهني التمثيلية وفاة الفنان محمد فريد بسبب تدهور حالته الصحية وتقدمه في العمر. وأشار زكي إلى أن الفنان محمد فريد كان يعالج في العناية المركزة بإحدى المستشفيات قبل وفاته. وكانت ناهد قد كشفت عن تطورات حالة والدها الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة، وأوضحت أن والدها ما زال في الرعاية المركزة وإنهم ينتظرون نتائج التحاليل والفحوصات. وأشارت إلى أنه من الممكن أن يخرج من المستشفى في الأيام المقبلة بعد التأكد من تحسن حالته. ناهد أعربت عن شكرها لنقابة المهني التمثيلية والفنانين الذين قدموا لها الدعم والإطمئنان على والدها، مثل أشرف زكي ونهال عنبر ومنير مكرم وأحمد سلامة. وطلبت ناهد دعم الجميع والدعاء لوالدها في هذه الفترة الصعبة. توفي الفنان الكوميدي القدير محمد فريد عن عمر يناهز 83 عاما. الفنان محمد فريد من مواليد 24 ديسمبر عام 1940. اسمه بالكامل محمد فريد محمود زيدان، لديه ابنة اسمها ناهد. ظهرت موهبة الفنان محمد فريد في التمثيل أثناء دراسته في الثانوية العامة في مدرسة ببني سويف الثانوية، ثم درس بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962. كما كان عازفا محترفا لآلة الناي قبل دخوله مجال التمثيل. شارك الفنان محمد فريد في العديد من الأفلام والمسلسلات، والتي كان من أبرزها مسلسل ليالي الحلمية والديلر والقاصرات والشيطانة التي أحبتني وحب في الزنزانة ومسرحية راقصة قطاع عام. ووصل عدد الأعمال الفنية التي شارك فيها إلى 246 عملا فنيا. آخرها في التلفزيون كان مسلسل بركة عام 2019، وقدم خلاله شخصية الحاج صالح. كما كانت آخر مشاركاته السينمائية فيلم ساعة ونص عام 2012، وقدم خلاله شخصية إبراهيم سائق القطار. وكرم الفنان الراحل محمد فريد عن مجمل أعماله في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى سبتمبر 2022.